بحمده وما من نعمة إلا من عنده نحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين به حمد المقرين بجوده وإحسانه حمد المعترفين بآلائه وأفضاله حمد الطامعين في واسع رحمته ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأفاضل أيتها الفضليات، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى في رحاب برنامجكم حديث قبيل الإفطار لنتحدث عن ذكر آخر من الأذكار الطيبة المباركة التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكر هو خلاصة التوحيد وجوهره، ذكر اشتمل على معاني التنزيه والتقديس والتمجيد والتعظيم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر جميع الخلائق بدون استثناء، كل الخلائق يذكرون الله بهذا الذكر ويمجدونه به. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو ذكر أهل الجنة ونفسهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وهو ذكر يذكر بذاكره في الملأ الأعلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول عرش الرحمن، أي يطفن حول عرش الرحمن. يا حبيبي يا رسول الله، نريد أن يكون لنا من يذكر بنا في الملأ الأعلى في عرش الرحمن، عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى. معشر الكرام، لعظيم شأن التسبيح أوصى الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم به، بالتسبيح، في مواطن عدة من كتابه المجيد وفي سياقات مختلفة، كلها اقترن فيها التسبيح بمعاني النصر والتأييد واليقين في معية الله حفظا وهداية وتسديدا. ومن ذلك مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. معشر الكرام، نحن في طاعتنا لله سبحانه وتعالى وتقربنا إليه بمختلف أنواع الطاعات والقربات والعبادات، من مقاصدنا في هذه الطاعات أن يغفر الله ذنوبنا. وربنا الكريم الجواد جل جلاله لعظيم كرمه وعفوه وإحسانه سبحانه وتعالى بنا أنه أعطانا وسيلة من الوسائل التي بها يمحو الله عنا جميع الذنوب والخطايا، الماحيات التي لا تبقي من الذنوب ولا تضر شيئا، ومنها التسبيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه الخطايا ولو كانت كزبد البحر. فإياك أيها الأخ الكريم أن تذهل عن التسبيح. ولعظيم شأن التسبيح ختم به إمامنا البخاري صحيحه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. آخر حديث جعله البخاري في صحيحه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إياك أخي الكريم أن تفطر
أو أن تغفل أو تغفل عن هذا الذكر. اجعل لسانك يلهج به في كل وقت وحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.